ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي الفيديو ده مميز جدا جدا جدا. النهارده هقولك ازاي انا حوشت حاجات لرمضان. طبعا كل سنه وانتم طيبين، عارفه ان لسه بدري بس هيفرق معاكي جدا جدا. الفيديو ده هيفرق معاكي بجد. تعالوا كده نشوف بقى انا شلت ايه وعملت ايه، وايه الميزانيه اللي ما تبص معاكي ابدا ابدا لما يجي داخل عليكي رمضان. واللهم بلغنا رمضان وكل سنه وانتم طيبين، ومين ما يسمعش كلمه رمضان وقلبه ينشرح ويبقى فرحان. تعالوا بقى نشوف كده انا شلت ايه ومحوشه ايه، عشان انتوا كمان تعملوا زيي تاخدوا افكار حلوه قوي. يلا بينا. ادي الكرتونه اللي انا حوشتها اهو. تعالوا بقى اقول لكم محتوياتها ايه واحده واحده كده، وشلت ازاي وعملت ايه. يلا بينا نشوف حته حته من الكرتونه دي ونفردها مع بعض. تعالوا بقى نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. بص، اول حاجه انا شلت علبه السمنه دي. علبه السمنه دي كيلو مش كبيره، ماشي؟ اتشالت ازاي وشلتيها ازاي هقول لكم. انا كنت جايبه اتنين من العلبه دي، استعملت واحده طول الشهر وشلت التانيه فراحت من عليا، كانت من ضمن خزين الشهر. يعني انا شلتها كده من ضمن خزين الشهر، كان في شهر من الشهور. بصوا كمان هنا اهو شايله ايه، شايله هنا اهو معايا كيس لسان عصفور، كيس شعريه، كيس مكرونه. كل دي بواقي لما باجي اجرد الحاجه بتاعت الشهر من الخزينه اللي هي المكان اللي هو الدولاب بتاع الخزين اللي في المطبخ. الاقي بقى مثلا اتبقى من الشهر كيس لسان عصفور على كيس شعريه على كيس مكرونه، اروح واخداهم ما بحطهمش على الشهر اللي بعده، بشيلهم دول اللي هم اتبقوا من الشهر القديم. ماشي؟ يبقى انتوا كده عرفتوا انا بعمل ايه لما بجيب حاجه ويتبقى منها حاجه اروح شايلاها، لان كل شهر بجيب حاجات جديده. طيب جبت كمان، كنت جايبه نص كيلو لوبيا ربعين. ده ربع كيلو لوبيا شلته. انا بحب اللوبيا عن الفاصوليا البيضاء، مش بحب الفاصوليا البيضاء بس بحب اللوبيا. شلت ربع كيلو، بس لما تيجي تحفظيها بقى ما تشيلهاش كده، شيليها في الباب التلاجة او في درج التلاجة عشان ما تسوش ابدا. لو قعدت عندك 3 4 سنين ما بيحصلهاش اي حاجه، بس تبقى في درجه حراره عاليه يعني ساقعه مش سخنه. ده برضو ربع كيلو لوبيا شلته. طبعا احنا بنستعمل خضار بس مره كده نعمل لوبيا، انا ما بحبش زي ما قلت لكم كده الفاصوليا البيضاء. برضو كنت جايبه كيلو من الرز البسمتي، عملت نص كيلو وتفضل نص كيلو، كان في شهر من الشهور شلته برضو عندي. على اساس ايه؟ تعرفين رمضان المشويات جنبيها رز بسمتي، اي حاجه الرز البسمتي ده كمان بيبقى حلو جدا وخفيف عن الرز المصري. كمان شلت كيسين سكر. بصي السكر ابيض وفاتح ازاي. طبعا ما شلتش، لو السكر عندي غامق ما بشيلوش، بستعمله على طول. طبعا احنا بنستعمل سكر كتير جدا في رمضان. دول كيسين سكر انا شلتهم لما ايه لقيت السكر فاتح كده اهو. برده كان كيس في كيس، شلتهم. وبرده ايه قلت، طبعا انتوا عارفين ان رمضان سكر كتير جدا جدا، تمام؟ فدول كده اهو برده كنت شايلاهم في شهر من الشهور، ما استعملتش وعملت حلويات، اتبقى عندي سكر. هشيل بقى الكيسين دول لحد لما ربنا يسهل ونشوف هنشيل عليهم ايه كمان، تمام؟ طبعا بنعمل حلويات كتير وشربات وعصير والكلام ده كله. بصوا انا كنت مره كنت جايبه عرض، كان عرض من ولاد رجب تقريبا، كان المكرونه اللازانيا دي. على فكره المكرونه اللازانيا دي حلوه قوي يا بنات، جربوها تعجبكم قوي. ان شاء الله هعملها معاكم فيديو. دي برده في رمضان بتبقى من الحاجات الحلوه قوي، اخف بكتير من المكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل بتبقى تقيله، دي بتبقى خفيفه كده، بتبقى شرايح كده وخفيفه ورقيقه كمان، ما بتبقاش تخينه زي المكرونه، فطعمها بيبقى حلو جدا. انا كنت جايبه العرض كان 4 علب، استعملت علبتين واتبقى علبتين، العلبتين هشيلهم. طبعا مده الصلاحيه بتاعتهم لسه بدري عليها، دول يتحطوا في الكرتونه عادي ما تحطهمش في الثلاجه ولا اي حاجه. لقيت لسه باقي كمان على الصلاحيه بتاعتهم اكتر من سنه وشويه، فقلت لا استغل بقى واشيل ايه علبتين من دول. كمان انا كنت جايبه دي بسبوسه، زي ما قلت لكم كده دي البسبوسه ده ما بستغناش عنه ابدا ابدا في البيت. ممكن كل شهر كده اجيب لي كيلو واخليه عندي. استعملت بسبوسه، عملت صوابع زينب، عملت حاجات كتير جدا جدا انا بعملها من دي السميد ده، ماشي؟ اللي هو دي البسبوسه. في شهر من الشهور اشتريت فيه كيلو زي ما بشتري كل شهر وما استعملتوش ولا عملت اي حاجه، رحت شايلاه زي ما هو. طبعا ما بيجرلوش اي حاجه، بس حطيه برده مع اللوبيا في درج الثلاجه، ماشي؟ عشان ما لا يسوس ولا يحصل له اي حاجه. احنا داخل علينا الشتاء وكل حاجه، بس عشان تبقي في الامان اكتر.
برضو كنا جايبين قبل كده، برضو كنا جايبين شاي ليبتون، ده كان عليه برضو عرض. كانوا علبتين مع بعض، العلبة كانت ربع كيلو، استعملت ربع وشلت الربع التاني اكني ما جبتوش خالص واتشال من عليا. طبعا رمضان لازم برضو كوباية، لازم كوباية الشاي بعد الفطار بالنعناع كده، يا سلام عليها بتبقى جميلة جدا. فما نسيتش برضو الشاي، جبت ربع كيلو بحلو. زي ما قلت لكم كده كان في عرض، بستغل الحاجات دي وبشيلها. بصوا بقى كمان، ده برضو كان دقيق اهو، طبعا انتوا عارفين رمضان كله دقيق. انا شلت كده التلاتة كيس بتوع الدقيق دول. ده اصلا جايباه اللي هو بتاع البيتزا والمخبوزات. طبعا انتوا عارفين رمضان كله بنعمل مناقيش، بنعمل، انا بعمل السمبوسك في البيت ما بشتريهاش من بره. بعمل بيتزا، ميني بيتزا، بعمل فطاير كده صغيره، الحاجات دي بتبقى مقبلات كده على الفطار، بتبقى حلوه قوي. عايزه اقول لك الدقيق ده بيظبط معايا العجينه جدا جدا. برضو ايه، جبت هو كيلو، يعني هعمل شويه المعجنات من كل حاجه كوبايه كده وبس، مش اكتر من كده عشان ما تتبقاش. تنفع كمان في السحور، المعجنات دي بتبقى حلوه قوي. جبت بقى كيسين دقيق برضو كده عاديين. برضو الدقيق ده انا استعملته، برضو عجبني جدا. نشيل برضو الدقيق ده، اتشال من عليكي عشان لما تيجي تعملي بقى ان شاء الله باذن الله على نص رمضان كده بنبتدي نعمل بقى الكحك والبسكوت والحاجات دي، يبقى شلت كيسين دقيق من عليا علشان ما مزنقش الدنيا وما تزنقيش جوزك وما تزنقيش بيتك علشان تجيبي الحاجه، وداخل عليا رمضان ولازم يبقى معايا فلوس ولازم ده شهر الخير. هو شهر الخير، حطيه في راسك من اول ما بيخلص. انا من اول ما بيخلص تاني شهر على طول، ما بقولش لسه بدري ان شاء الله ارمي، يعني مش قادره اقول لكم ايه. علبه ماجي، شوفوا بقى، كيس مكرونه، كيس لسان عصفور، مش هيحصل له اي حاجه، الحاجات دي ما بيحصلهاش اي حاجه بنات ابدا. ده برضو بنستعمل الدقيق في السمك، بنستعمل الدقيق في المعجنات زي ما قلت لك، بنستعمل دقيق في حاجات كتير جدا، بنعمل بشاميل، بنعمل حاجات كتير قوي من الدقيق. فادي كيسين دقيق اهم مع الكيس ده زي ما انتم شايفين كده، 3 اكياس دقيق. ولو عايز، لو شايفه ان لسه بدري برضو وعايزه تضمني الدنيا، حطي الدقيق بتاعك برضو في درج التلاجة او في باب التلاجة. بس انا عن نفسي طول الشتاء ما بيحصلوش حاجه عندي، انما ممكن عشان امان ممكن بس بشيل اللي هو الدقيق البسبوسه وبشيل اللوبيا او البقوليات يعني سيين، انما بصراحه دي طول الشتاء ما بيحصلوش اي حاجه، انما انا بخاف عليه جدا في الصيف. الصيف ببقى دايما شايلاه في باب التلاجه عشان بخاف عليه بصراحه. زي ما انتم شايفين كده اهو، برده كنت جايبه علبه من اللي هي الماجي دي، كنت مشترياها. الماجي دي كنت مشتريها، عايزه اقول لكم بقى لما تيجوا تشتروا الماجي ده، اشتري اللي هي العلبه دي اللي فيها 2 مكعب، دي على فكرة طعمها حلو واضمن بكتير من اللي هو المكعب اللي هو بيبقى في الشريط ده، عارفينه؟ دي بتبقى طعمها احلى وبتبقى الجودة بتاعتها احلى وبتبقى اغلى، بس انضف وبتفرق معاكي كتير قوي عشان تبقي عارفة. يعني دول برضو 10 علب كل ما كان معايا، كنت بجيب علبتين واركنهم، بقية فلوس ليا عند بتاع عند العطار، بقيت مش عارفة ايه، اروح جايبة علبتين في علبتين في علبتين لحد ما عملت 10 علب اهم زي ما انتم شايفين. برضو دي بتبقى طعمها حلو قوي ومميزة، في منها باللحمة وفي منها بالخضار، في منها بحاجات كتير قوي. بس دي برضو بحب استعملها، بتعجبني بصراحة. جايبه ايه كمان، بصوا جبت برضو رز، دول برضو كيسين رز هم زي ما انتم شايفين. بصوا بنات، الرز ده نضيف قوي، اسمه كريستيل، انا استعملته عجبني. بصوا الرز عامله ازاي، زي ما انتم شايفه كده نمره 1. انا كنت اشتريت منه 5 كيلو، استعملت 3 وشلت 2، بصراحه عجبني. طبعا 2 دول طول الشهر في رمضان بنستعمل رز كتير جدا، بس هم 2 حتى ايه، ربنا يسهل كده اجيب عليهم 2 تاني او 3 تاني وكفايه قوي على كده. وطبعا يعني اما كمان بيتبقى عندي حاجه، يعني مثلا ايه، لو اتبقى عندي سكر زياده، اتبقى عندي رز زياده، اتبقى عندي مكرونات زياده، اتبقى عندك اي حاجه زياده، حطي في دماغك ان انت تطلعي شنطه شنطتين لله، ماشي؟ يعني لو ربنا يعني يكرمنا كده وجميعا يا رب. طبعا ما تنسيش من ضمن حاجه بيتك طلعي لله، يعني اعملي بقى على قد ربنا ما يقدرك. ده انا بقول بقى للي هم الناس العاديين خالص، اللي هم ايه في البيت العاديين خالص، يعني طبعا اللي ربنا كرمه وربنا مديله بيعمل طبعا
بالألف شنطة وبالألفين شنطة، يعني ربنا يقدرهم يا رب على فعل الخير. ما تنسيش، شوفي حد غلبان كده وروحي وديله ولمي فيها برضو إن شاء الله من كل حد. عارفة لو شنطة واحدة بس هتاخدي ثوابها، يعني مش لازم عشان أنا ما عنديش أو مش قادرة أجيب ما أعملش شنطة لليلة. اعملي، عارفة أنت لو حطيتي فيها كيس رز على كيس، على كيس سكر، على مثلا باكو شاي صغير، على برطمان صلصة كده صغير، ربنا قدرك، وحطيتي علبة سمنة كده صغيرة، كيسين مكرونة على كيس لسان عصفور، عارفة يفرحوا بيهم جدا جدا جدا، وما خدوش حاجة خالص. احنا بنعمل الاكل وبنرميه يا جماعة، يعني ربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب. زي ما انتم شايفين كده اهو، ده برضو كان ايه، كان معايا اللي هو الرز ده. بصراحة اسعار الحاجات دي انا مش عارفاها، الحاجات دي بقالها كتير عندي، زي ما بقول لكم كده بشيل حاجة في حاجة. برضو كنت مشترية زيت، زيت نظيف اهو زي ما انتم شايفين. بصوا ده بقى زيت للفول بقى، يبقى جميل. طبعا فول، لازم فول طبعا، لسه ما اشتريتش فول عشان اشيله، لسه مستنيه الفول الحراتي بقى ينزل، وبعد كده تنزل بقى الزرعه الجديده بتاعه الفول، ابتدي بقى اشيل الفول، لان انا لو شلت فول من دلوقتي، الفول دلوقتي قديم مش فول جديد. دول برضو ازازتين زيت كده نضيف، زي للسلطه، للفول، لاي حاجه بقى طبعا بستعملهم. دول اللي هو عباد الشمس. كمان معايا ايه، تعالوا كده نشوف كده معانا ايه تاني. ايوه بص بقى معايا ايه، شلت شويه توابل، ودي اهم حاجه واكتر حاجه بتاخد فلوسنا قد كده اهو، عشان ما بنعرفش نظبطها. بصوا بقى دول بقى، انا كنت كل ما اجيب شويه توابل اروح ايه راميه كده حبه لحد ما كونت الحبه الحلوين دول. بصوا حبه فلفل اسود اهم محترمين اهم، وده كده كان تمن، كنت جايبه ربع كيلو كزبره، استعملت تمن وشلت تمن، ده كده تمن ماشي، وده تقريبا برضو كده ازيد من تمن. فلفل اسود، وبصوا هنا ده قرفه، جبت قرفه بحب القرفه بستعملها. شويه التوابل دول برضو اتشالوا من عليكي، فلوسهم اتشالوا من عليكي. طيب جبتيهم ازاي يا جيجي وعملتي ايه؟ بصي بقى هقول لك على حاجه، انا زي ما بقول لك كده اشتريت شويه الكزبره دول، كنت مشتريه ربع كيلو كزبره، استعملت ربع كنت مشتريه ربع، استعملت تمن وشلت تمن، ده كله تمن، هي الكزبره خفيفه عشان تبقوا عارفين. برضو الفلفل الاسود كنت مشتريه ربع، استعملت اللي استعملته والباقي رحت قافل عليه الكيس كده اهو، قلت بس كفايه عليا كده، لما يخلص بقى اللي عندي هشتري، انما دول هرميهم كده رمضان، فاهمني؟ طبعا كل الحاجات دي ما جبتهاش برضو في شهر واحد، كل اللي انتوا شايفينه ده كنت بجمع فيهم. القرفه برضو كنت جايبه قرفه وتبقى عندي مره على مره، وبعد كده جمعتهم كلهم وحطيتهم في كيس ماشي. انا بقى بحب ايه في الاكل بتاعي، بيديني نكهه حلوه جدا ومميزه، خلنجان. خلنجان ده يا بنات بيتباع عند العطار، ده برضو يعني في الطواجن بقى حاجه كده بقى خرافه، في الطبيخ برضو روعه، هعمل لكم بيه خلطات حلوه قوي قوي من التوابل هتعجبكم جدا. هنا بقى بصوا بقى كمان انا بحب اوفر في الحاجات دي. بصوا ده حبهان على ورق روري مطحونين، بيبقوا جاهزين عند العطار تمام، حبهان على ورق روري مطحون. اولا الحبهان بقى غالي جدا جدا، وصل سعره 600 جنيه، ورق الروري برضو مهما طحنتيه في الخلاط ما بينعمش قوي زي ما انت عايزه. هما بقى بياخدوا نسبه من الحبهان على ورق الروري وبيطحنوه لك وبيبيعوه ارخص بكتير الكيلو، انا بجيبه من عند عم مصطفى ب 64 جنيه تقريبا. طبعا ايه، تمن او ربع كيلو هيغنيكي وهينفع في الشوربه وفي الطواجن وفي اي، وفي كفته وفي اي حاجه، حبهان على ورق روري مطحونين جاهزين، ولا تطحني ولا تعملي، وبعدين اوفر بكتير من ان انت تجيب الحبهان لوحده والورق الروري لوحده. فطبعا الحبهان على ورق الروري دي برضو جبت كده بتاع ربع وشلته كده اهو، قلت ده مش هاجي جنبه ابدا، خليه ده بقى رمضان ان شاء الله باذن الله. جبت شطه، طبعا مفيش غنى عن الشطه بنات ابدا، ان الشطه دي فوائدها كبيره جدا. جبت برضو كنت جايبه كمون وشلت الحبه دول، حبه على حبه على حبه لحد ما كونت الحبه دول الكمون. دول برضو انا بقى نطحنهم بقى، انا بحب الحاجه ما بطحنهاش غير ساعه لما بعوزها عشان ابقى محتفظه بالزيت بتاعها. كمان هنا كنت جايبه كبيبه صيني، الكبيبه الصيني دي برضو بنات حلوه جدا في الكفته وفي الطواجن، بتدي طعم حلو قوي قوي، ومن ضمن خلطات التوابل الاساسيه اللي هعملها معاكم، من ضمن السبع بهارات بتاعتي هعملها معاكم وهتعجبكم جدا جدا.
بس كده. دي كده كانت الحاجات بتاعتنا اللي احنا اشتريناها على مدار الشهور اللي فاتت، ولسه ربنا يقدرني كل حاجة هلاقيها نافعة، مش هجيب حاجة ملهاش نافعة. ولو لقيت حاجة زيادة زي ما قلتلك كده اعمل كرتونة او شنطة واطلعها لله، ما خليش الحاجة عندي تسوس وتبوظ. ماشي اتفقنا. تعالوا بقى اقول لكم ازاي تشيلي فلوس، علشان هو انت هتجيب الحاجات دي ومفيش لحمة وفراخ؟ تعالى اقول لك بقى نعمل ايه عشان اللحمة والفراخ، استني. بصي بقى دايما بعمل ايه، دايما بجيب هنا عندي علبة كده اهو زي ما انتم شايفين، بتبقى علبة بغطا، ما بجيبش حصالة. ماشي بجيب علبة بغطا، العلبة المغطى دي بحط فيها فلوس. ماشي بحط فيها فلوس لحد لما يجي عليا قبل رمضان كده بعشرين يوم او بحاجة، افتحها بقى واشوف معايا ايه وانزل اجيب اللي انا عايزاه طلبات البيت. يبقى انا بقى لا عملت مشاكل ولا عملت لازم دلوقتي تجيب لنا ولازم تعمل لنا ولازم تسوي لنا ويحصل مشاكل كبيرة جدا جدا، وفي الاخر اكل وبيترمي وبيتبقى منه اكل قد كده اكل رمضان ده. فانا بقى عاملة ايه؟ بصي انا بيتبقى مني مثلا ايه، اتبقى مني انا ما عملتش يعني الوقت، ابتديت هما الشهر ده والشهر اللي فات بس مش قبل كده اهي. بصي علبة بغطا اهي، الشهر اللي فات شايلة 100 جنيه من مصروف البيت، اتبقت 100 جنيه شلتها زي ما انتوا شايفين كده اهو، اتبقت 100 جنيه رحت حطاها كده اهو. الشهر ده اتبقى 50 جنيه بس اهي، دي بتاعت الشهر ده. ممكن الشهر الجاي ما يتبقاش، ممكن الشهر اللي بعده يتبقى 100، ممكن الشهر اللي بعديه يتبقى 20 30. بحط اللي موجود هنا اهو، مش لازم اعمل جمعيه واتربط ب 100 جنيه كل شهر ولا ب 200 جنيه كل شهر. انا بقول لك ايه اللي معاكي، لان كده كده في الاول ولا في الاخر البطن ما بتتفتش. طب ليه يا جيجي انت مش عامله العلبه دي حصاله وفاتحه لها فتحه من فوق؟ هقول لك ليه، عشان انا لو جيت اتزنقت في اي وقت مش هلسه مش هكسر الحصاله واشوف هعمل ايه، لا بفتح كده اهو وبشوف في حاجات اسمها اولويات. ماشي انا شايله دول لاي وقت عوزه موجودين في البيت، بس انا ناسياهم خالص، بس فريدي حصل اي دروب يبقى افتح كده واسد واشوف حالي، وابقى واقفه كده في ظهر جوزي، وابقى واقفه كده في الدنيا، ما بقاش حاسه ان انا ايه متضايقه او مخنوقه او اي حاجه. فاهمين قصدي ايه؟ وبعدين زي ما قلت لك كده اهو، انت بالقليل خالص هطلع بقى في الاخر بقى عملتي 500 جنيه، عملتي 300 جنيه، عملتي 400 جنيه، عملتي هم 200 300 جنيه، مفيش مشكله خالص. شوفي ايه بقى اللي ناقصك لرمضان وجيبيه. عايزه مثلا تجيبي مثلا اول يوم بطايه كده، تلمي بقى اولادك وتلمي العيله وتلمي كده اخواتك ولا حاجه، جيبي بقى بطايه مثلا وفرختين ولا حاجه، او ولادك وهي بطايه كده حلوه. شوفي هتجيبي بطايه وجيبي فرختين، تجيبي مثلا حته لحمه حلوه ولا حاجه، شوفي عايزه تعملي ايه. الفلوس دي شيليها للحوم بس، ادي الخزين وريتك ازاي تشيلي الخزين للبيت. هتعوزي ايه تاني؟ مش هتعوزي اي حاجه تاني. التفريزات شغالين فيها مع بعض، طبعا الخضار كل ما بتنزلي السوق من حاجه الشهر، جبت لك شويه بسله 2 كيلو بسله ولا حاجه، لو بتحبي البسله في رمضان شلتيهم شلتيهم. والقاس هتشيلي لك 2 كيلو ولا حاجه، اي حاجه كده. طبعا الحاجات دي كمان بتوفر عليكي فلوس وبتوفر عليكي مجهود ووقفه وحاجات كتير قوي قوي قوي. عملنا مع بعض سلسله حلوه، وبنعمل برضو سلسله بنكملها بتاعت المخللات عشان تعملي مخللاتك كلها في البيت، وبنجيب حاجات اللي هي بتاعت شويه لفت، شويه بصل، شويه جزر. طبعا الحاجات دي انا قلت لكم ازاي في الفيديوهات نستعملها لمده سنه كامله ما يحصلهاش اي حاجه زي المحلات بتاعت الترش الكبيره. فزي ما بقول لك كده اهو، تمشي كده واحده واحده وبالراحه، وما نعقدش الدنيا وما الدنيا ما تقفش كده معانا. انتوا ما فيش اشطر منكم، ويا رب النهارده الفيديو بتاعي ده يكون فعلا فعلا فاتكم ويكون ابهركم، وزي ما انتم متعودين معايا هبهركم، يعني هبهركم يا رب كده يكون يعني حاجه كده تقعد حسنه كده في ميزان حسناتنا، واكون فدت بنات كتير جدا. امشي على قدك شويه، حاولي ان انت تشيلي من مصروف البيت اي حاجه على جنب. طبعا لو النهارده مثلا عملتي له مثلا شويه عدس ولا شويه بصاره ولا شويه كشري ولا شويه مسقعه ولا اي حاجه، هتعدي اليوم معاكي. فاهمه قصدي ايه؟ المهم ان انت في الاخر تعرفي تشيلي اي حاجه او تجيبي شويه خزين وتشيليهم. انت مفيش اشطر منك، دبري كده وجيبي. مفيش حد بيخش يفتش حاجتك طالما انت مرتاحه ومفيش عليكي فلوس ولا عليكي اي حاجه، بتنامي على المخده مرتاحه، دي اهم حاجه. ويا ربي كده اسمع منكم كده دعوه حلوه، واشوفكم بقى في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلبي جيجي.